السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أول لعاب، يعني أول نادي يعلن استدعاء لاعبه الجزائري اللي كان كوت ديفوار 2024، يعني وهو أحمد طوبة. وين على زعما كاين احمد طوبة، كاين لاعبين كيقولوا كيما هكا، كاين لاعبين كاين انديه مازال ما عنوش، يعني هما يعنوا قبل، عندهم مده اللي غادي يعنوا عليها، يعني مده محدده، ونقولوا باللي غادي يروحوا كيما نقولوا حنايا، واحد كيما محرز، واحد كيما بلايلي، واحد كيما بن ناصر، واحد ماندي، بن سبعيني، عطال، ماندريا، غاسعيه شي قضيه الله. هذو راهم عيطوا لهم، راهم هضروا معاهم وكلشي. وين على نادي ليتشي الايطالي استدعاء لاعبه الجزائري احمد طوبة للمشاركه في كاس امم افريقيا المقرر اقامتها بدايه العام المقبل في الكوت ديفوار. وجاء في بيان نادي الايطالي يعلن نادي ليتشي الاستدعاء اللاعبه اللعاب يعني من صحاب وين لعاب تاع باندي هذاك واحمد طوبة للمشاركه في بطوله كاس امم افريقيا في الفتره من 13 جونفي الى 11 فيفري في ساحل العاج الكوت ديفوار، وسيلعب يعني باندي مع زومبيا في المجموعه السادسه، حيث سيواجه جمهوريه الكونغو الديمقراطيه يوم 17 جونفي، تنزانيا يوم 21، والمغرب يوم 24. ويلعب طوبة في الجزائر مع الجزائر مباراة في المجموعة الرابعة، حيث سيواجه أنغولا يوم 15 جونفي، بوركينا فاسو يوم 20 جونفي، وموريتانيا يوم 23 جونفي. وأكد النادي أن اللاعبين سينضمان إلى المنتخب ابتداء من فاتح جونفي 2024، يعني 1 جونفي للتذكير. سينطلق التربص التحضيري للمنتخب الوطني يوم 25 ديسمبر الحالي في مركز التقني الوطني بسيدي موسى. المهم احنا يا كيما يقول لك القائمه عندك ما تنتقد قائمه غادي يديرها لونترينير، يعني هو لا يشوف في هذا اللعابه اللي يشوفها مليح يجيبها، ما يدري كاين اللي راهم ناقصين يعني لعب ناقصين، على بالك كاين بزاف ما راهمش لاعبين هنايا. المهم اللاعب اللي يجيبه هو راه يشوف فيه، يعني كاين لي روبلاسو يعني باينين كيما ذا احمد طوبة هذا باين رو بلاصون، ولا الا الى ايت النوري، يعني كاين بزاف امور هنايا. رانا نشوفوا باللي الدفاع يعني من الحراسه للدفاع كاين ماندريا، كاين عطال الجهه اليمنى، الجهه اليسرى ايت النوري، في الوسط الدفاع يعني كاين ماندي راه ولا لعب امام ريال مدريد، كاين بن سبعيني، كاين بن طالب، كاين في غولي بن ناصر، محرز يعني نقولوا باللي محرز دول هذه هي، وكاين بلايلي، هادو هما اللي نشوفهم لعاب، هادو 11 لعاب. نقول لكم باللي كاين ماندريا، كاين عطال، كاين ايت النوري، كاين فرلاكس، كيسموه ماندي بن سبعيني، كاين بن طالب، في غولي، محرز، قلت لك بن طالب، بيغولي، بن ناصر، كاين محرز، كاين سليماني ولا بونجاح، وبلايلي، هادو هما كتبتوهم، هادو هما اللعابة اللي غادي يلعبو، هانتوما كتبتو حاجة وحدوخرا ولا كي، هادو هما اللي غادي يلعبو، والآخرين يقعدو دي جوكر وصايك، خدو دي جوكر. هذا ما كان لا تيبو فينيك تيبو تولي تيب بن سبعيني على الجهه اليسرى، وفلاكس بن عمري مع ماندي، يمكن تشوفوها هذه، يمكن تشوفوها خاصة بعد ما لعب ماندي، تشوفو ما تشوفو الدفاع، تشوفو الدفاع، حنا ما ناس ننتقدو الله يسهل، أنا واحد من الناس الله يسهل، أنا نشوف أنا نحتاج كوب دافريك يا خويا، نعقل مليح في مارس. كمال مهوي قال له العقد تاعك شتا فيه، قال له فيه الارقام،
يعني كوب دافريك انا اليوم ما يجوش انا اعلام اعلام يبغي يبغوا يضحكوا علينا الناس ها مؤامره ها السحور وكلش. العام اللي فات السحور صح فوتناها لكم السنه بيت تقلعونا مؤامره ولا هاو من ميلف ثاقيل ميلف قوي من السحور المؤامره من المؤامره تزيدوا تدبروا لنا حاجه وحده اخرى في 2025 ومن بعد تزيدوا تدبروا او انتم بتعيشوا غير هاك ولا ما تعرفوش انتم كاع بولا ولا راكم انتم راكم يعني الناس اللي راهم في التريتوار يعرفوا خير منكم يهضروا خير منكم يهضروا بولا هما خموت بزاف. غادي نقول لكم بلي ودي اليوم وين المنتخب الوطني يعني وين نشوف بلي اللي فيكتيف لهم عندنا واللاعبين عندهم خبره. كي تشوف انت يا واحد كيما عطال عنده خبره، واحد كيما بن سبعيني عنده خبره، واحد كيما ماندي عنده خبره، واحد كيما بن عمري عنده خبره، واحد كيما بن طالب عنده خبره، في غولي زيد بن ناصر زيد محرز زيد بلايلي زيد قدامهم بونجيح ولا سليماني عندهم خبره غادي يلعبوا يعني بالخبره تاع اللعابه تاعنا. وعندك لي روبلاس وعندك لي جوكر، هذه هي خويا ما نخلعوا ما والو، ما عادش قاع واحد يخلع ولا كاين اللي يقول لك لا وصعيبه وكيفاه دار هذا ودار هذا ويتحمل المسؤوليه تاعو اللي سهل عليه. انا ما نحاولش نزعم، المهم سمعت انايا في مارس كامل مهوي قال له كوتش قال له العقد تاعك قال له عندي القاب، ها نقارو اللقب هذا، احنا ما نقولوش القاب نقولوا غير لقب، هذه هي قارو اللقب. ماشي سبحان الله، وين لازم لا كيما لازم كيما بنادم يهدر كيما هاك، ما نبقاوش بالك وبالك غادي يديروا لنا السحور، بالك غادي يديروا لنا من بالك غادي يديروا لنا كولاسه، بالك لا كولاسه لا والو. لو كان يعني الاتحاديه الجزائريه والجزائر عارفه بلي كاين كولاسه ما تخسرش تربص المباريات لوتيل وحدنا ما تخسرش يا خويا ما يخسروش. هي الحقيقة راهم تشوف كيما هاكا تحسب أنايا راك الناس حنايا أبار حنايا برك في لافريك رانا نهضرو نقولو مؤامرة على بالكم، أبار حنا في لافريك لي نقولو بلي السحور على بالكم بها، حنا برك في لافريك يجيبولنا يجيبو الخيال. حنا 35 مباراة جامي سمعنا كولاسة، كنا نسمعو تاكتيك عالمي من بصح من بعد كي جاتنا الدعوة هودت نيبو هود وبداو يفيقو بينا يفيقو بيه ولينا نسمعو بلي مؤامرة ونسمعو صح حقيقة. هذه ماشي كنقول لهم، هذه ماناش نكذبو عليكم، هذه حقيقة خويا. يعني لازم حساباتها لازم تقرا حساباتك قبل لا تبدا. واو خليق الناس ود عمي الناس تخدم الناس بالله ما يتهدر بزاف عادية يعني قال الله سكتوا دعم يا نعم يا نعم أنا منتخب نهدر على بلادي أنا يا نهدر ما نهدرش على شخص أنا ما نهدرش على شخص أنا لا منتخب وطني ما هوش باش تهدر على شخص منتخب وطني باش تهدر يعني المنتخب الوطني هذه هي باش نهضروا المنتخب الوطني ماشي باش نهضروا على شخص واحد هذه هي نبقوا حنايا كيما هكا الاخرون نبقوا عايشين معاكم نتوما تعيشونا في احلام ها بزاف ها بزاف. يا ودي راحت يا صاحبي قارعوا لها لازم نقارعوا لها.
وإذا تولي بس أنا عارفينها هذه هي هذي قل الحسابات خويا باش تعاود. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. نمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.